السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا في اكبر مسجد في جنوب شرق اسيا كلها، واللي مكانه في وسط جاكرتا في اندونيسيا، مسجد الاستقلال. مسجد اكبر مسجد في جنوب شرق اسيا علشان خاطر حجمه حوالي 10 هكتار، واللي هي تقريبا 100,000 متر مربع، واللي بتقدر ب 25 فدان تقريبا. المسجد ليه 7 بوابات كبيرة متسمية على أسماء ربنا سبحانه وتعالى، وتحت البوابات دي في 70 باب ممكن ندخل منهم للمسجد نفسه. ومبنى المسجد من جوه فيه 5 أدوار، واللي هي بتعكس أركان الإسلام الخمسة. المسجد بيتسع ل 200,000 مصلي في نفس الوقت. بدأ بناء المسجد سنة 1961 وتم افتتاحه سنة 1978. تكلفة بناء المسجد كانت حوالي 7 مليار روبية اندونيسية، واللي بتعادل تقريبا 500,000 دولار امريكي. الراجل ده ساعدني كتير وربنا يبارك له. ده الامن، وللاسف قالوا لي ما ينفعش نطير الدرون علشان دي ريد زون، صح؟ بنات هيكرمك زيبان ياك. السلام عليكم. ندخل من بوابة المسجد دلوقتي. الدور الاول عبارة عن مكان للوضوء، ودي طبعا الساحة العلوية للمسجد في الدور الاول. وهنخش للمسجد دلوقتي نشوف شكله عامل ازاي من جوه، يلا بينا. وبالمناسبة اللي عمل الديزاين بتاع المسجد ده شخص نصراني اسمه فريدريك سيلابان. من الواضح ان في اكتيفيتي جوه، فهنخش نشوف فيه ايه، يلا بينا. يبدو ان انا دخلت في مكان النساء، فخلينا نروح من الناحية التانية من على اليمين. من ضمن الحاجات الجميلة برضو في المساجد في اندونيسيا ان هنا في ازدالات صلاة للناس اللي هي لبسها ممكن ما يكونش موائم للصلاة، فالبنت تيجي هنا مثلا تغير او تلبس المقنع دي اللي اسمها مقنع، هي عبارة عن ازدال، وبعد كده تخش تصلي. في زيه برضو للرجالة اسمه سارونج، وده بيكون يعني هو بيغطي المنطقة اللي تحت، لو لابس بنطلون ضيق شورت بتاع فبيلبسوه برضو ويصلوا بيه ويرجعوا مكانه طبعا. ومن الحاجات الحلوة برضو ان هنا في صبورات وكراسي، لو حد عايز يشرح حاجة بيشرح هنا، والكراسي دي بتتحط للطلاب يقعدوا. في كمان مسند للكراسي علشان لو عايزين يكتبوا حاجة، فمش في دي بس، لا ده في كذا واحدة، يعني 1 2 3 4، في 4 في الصف ده، واكيد في تاني فوق او في اماكن تانية. فدي برضو من الحاجات اللذيذة جدا هنا في مسجد الاستقلال. هنا مثلا كان حد بيشرح عمة، واللي هي في عمة يتساءلون، وان هي بتتكون من عن وما، ولكن اضغمت، وعلشان خاطر طبعا ده سؤال فما بنكتبش الالف، ما بنقولش عمة. ودي طبلة طبلة كبيرة وطبلتين صغيرين، في الغالب بيستخدموهم قبل الاذان، لما بيجي الاذان بيطبلوا عليهم، يعني تطبيل خفيف كده، واحده 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 لحد ما خلاص الاذان يقرب، بيفضلوا بقى بسرعه كده على الصغيرين تك 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 تك، بعد كده الاذان يأذن. فمش عارف دي صح ولا غلط، من ناحيه ان هي صح ولا غلط تتعمل، فلو حد عنده معلومه يقول لنا. وطبعا بما ان ده مكان مقدس فما ينفعش الاجانب يخشوا بلبس قصير، فبيلبسوا حاجات تداري جسمهم يعني عموما. حاجة لطيفة برضو ان في مراجيح هنا للاطفال، عشان لما ييجوا المسجد
لو حابب مثلا تخرجهم بعد المسجد على طول، فممكن تجيبهم هنا من غير ما تروح مكان تاني. قدام المسجد في مكان للأكل اسمه IGF food، ده خاص بالمسجد، جوه المسجد، جوه الساحة بتاعت المسجد، زائد ان في محلات لبيع الناحية دي الأكل على الشمال، والناحية دي محلات بيع طواقي وجلاليب وملابس يعني عموما سبح. ما شاء الله حاجات لذيذة صراحة، لذيذ ده، بس ابيض ما رضيتش امسكه. المسجد بصراحة جميل وكبير، واكيد شكله من فوق كويس، بس للأسف مش عارف اصوره من فوق علشان خاطر ممنوع، لان دي ريد زون، ف في الرئيس ساكن جنبينا هنا وفي حاجات عسكرية كتير حوالينا، فممنوع ان انا اطير الدرون، قال لي اخاف ان انت تطيره ويتضرب بالنار، فقلت يا عم لا خلينا كده في الخفيف ونروح في الخفيف. للأسف انا مش عارف انا ركنت فين وعمال ادور ومش لاقيه. فعموما الفيديو بتاعنا يكون انتهى هنا، ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو حبيت تعمل شير اكون شاكر ليك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.